ماني همينة كنت مثلكم، كنت معتقدة أنه كل الأشياء اللي تربينا عليها، الأكل اللي تربينا عليه، الحلويات اللي تربينا عليها، الفواكه، الزيوت النباتية المكررة، كنت مثلكم، الخبز الأسمر، السكر البني، كنت مصورة أنه هي هاي الصحة. بس في نفس الوقت كنت أخذ أشكال أدوية، كنت أخذ دواء مع الربو، كنت أخذ كورتيزون، كنت أخذ بخاخ فنتولين، كنت أخذ فولت فاست على مود الصداع اللي ما كان يفارقني. كان عندي التهاب جيوب، كان عندي ربو، كان عندي قولون عصبي، وكان عندي بداية سكري وحساسية أخذ لها كل أدوية الحساسية اللي ممكن أعرفها بحياتي. شنو استفاديت من هذا الأكل اللي كنت أكله؟ استفاديت أنه أنا طول عمري عايشة بالأمراض، طول عمري ما أقدر أنام إذا ما أخذ بنادول، طول عمري كنت كل ما أقعد الصباح أحس عيني تريد تنقلع من الألم ما جيوب، وكل ما أكل القولون يهيج. شو استفاديت من الأكل اللي أكلته؟ مثلكم والله أنا كنت تحكي لكم إياه، هاي تجربتي صارت 3 سنوات الحمد لله والشكر، فضل من رب العالمين. 3 سنوات أني حباية بنادول وحدة ما ماخذة، من غيرت أكلي، من عرفت شنو هي الصحة الحقيقية بالأكل، شلون لازم أختار الأكل الصحيح. هذا الشيء اللي دا أحاول أوصل لكم إياه. اللي ما يعجبه الأشياء اللي دا أحكيها وما يريد يطبقها هو حر أكيد. أنا دا أجيب لكم تجربة أنا مريت بها شخصياً، والناس اللي أعرفهم مروا بيها. الأمراض اللي كنت عايشة بيها ما كنت أشوف حتى الحياة حلوة، ما كنت أعرف شون واحد يطلع ويركض ويلعب رياضة ويسوي بوكسينج ويسوي كل الأشياء اللي يقدر عليها بحياته، والنشاط والحيوية والأفكار الحلوة، كل هذا ما كنت أقدر أسوي. ليش؟ لأنه كان عندي ربو، كان عندي حساسية، كان عندي قولون. لما غيرت أكلي الحمد لله والشكر خلصت من كل هاي الأشياء، كل شيء كنت أقدر أسوي براحتي، وزني أقدر أسوي الشيء اللي أريده، لأنه الأكل اللي دا أكله أكل صحي، أكل حقيقي، أكل ما بي كيمياويات، ما بي أشياء مكررة، ما محطوطة بعلب بالسوبر ماركت عليها تاريخ انتهاء. أخذ خضار من المكان اللي بيعون به خضار، خضار طبيعية حقيقية تتلف بعد كم يوم واستعملها وبس. حاولوا انتوا هم هيك تسووا.